دائما في كل شاعر الفلاح نطرح السؤال لفائدة من كل هذا الأمطار الخير كما تبعتم في التقرير، حتى صادفنا يعني صعوبة حتى في التغطية حتى في محاورة الفلاحين من شدة هطل الأمطار، اللي يدعينا المولى عز وجل يعني أنه يمن علينا بهذا الخيرات، وهي الحمد لله جبالنا تكتسي يعني حلة بيضاء، قمم جبالنا هاي الأمطار اللي مازال الآن يعني تتهاطل، ولكن الغريب والعجيب أنه كل هذا يضيع لنصه في البحر، السدود غير مهيئة، لست أدري. نتمنى إن شاء الله في كل شيء على الفلاح أنه هذا الانشغال نتاع 500 فلاح بسد بومراو، سد شندر بومراو هي تسمية الفلاحين، شندر هي تسمية رسمية لهذا السد، أيضا سدود أخرى سد الحميز، أيضا سد بساحل بوبراك، أيضا سد بسيدي داود، هذه كامل تاع الولاية أيضا اللي تغطي كما أشار السيد الأمين الولاية اتحاد الفلاحين قرابة 1600 هكتار. لباقي الفلاح هو وحده من يتحمل الضريبة من جيبه من حر ماله وبطرق بدائية بطرق عشوائية، إذا كيف يمكننا نهضة وإقلاع حقيقي اقتصادي؟ نتمنى أن هذه المصالح القطاعية المشتركة في تسيير هذا السدود الموجهة للري الفلاحي أنها تقوم بدورها. 20 سنة والإشكال مطروح، لسنا ندري يعني